إذن ننتقل للسؤال الموالي، وهو سؤال عن النهوض بأوضاع المساجد بالعالم القروي لأحد السادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا. تفضل سيد النائب. عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم سيد الوزير للنهوض بأوضاع المساجد بالعالم القروي لسائلكم. تفضل سيد الوزير. شكرا لكم السيد النائب المحترم على السؤال. يبلغ عدد مساجد العالم القروي 36,731، منها 2684 لمغلقة بناء على قرارات اللجنة الإقليمية لمراقبة حالات بنايات المساجد. اتخذت الوزارة منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2010 ما يلزم من إجراءات لتأهيل أكبر عدد ممكن من المساجد العالم القروي وإعادة فتحها في وجه المصلين حسب الإمكانات المالية المتاحة. وقع عهد وإعادة بناء 866 مسجد بغلاف قدره ١ و389 مليون، ترميم وإصلاح 439 مسجد بغلاف مالي ٢٥٠ مليون درهم، في طور هاد وإعادة بناء 358 مسجدا بغلاف مالي ٦١٠ ملايين، في طور ترميم وإصلاح 70 مسجدا بغلاف مالي قدره ٧٨ مليون درهم. كما لجأت الوزارة بعد استطلاع رأي المجالس العلمية المحلية إلى الاستغناء عن بعض القاعات المؤقتة المجهرية. السلام عليكم. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الوزير. أولا سيد الوزير، لابد أن نتمم الجهود التي تقومون بها في سبيل النهوض بأوضاع المساجد في بلادنا وبالعالم القروي خاصة. إن مساجد بالعالم القروي تمثل ما يناهي 70% من إجمالي مساجد ببلادنا، والتي يزيد عددها من 52,000 مسجد، أي أن هناك 36,000 كما أشرتم السيد الوزير 36,731 مسجدا بالعالم القروي وفقا لتصريحاتكم طبعا. لكن أغلب هذه المساجد بالعالم القروي توجد في وضعية هشة لأنها بنيت من طوب، والكثير منها لا تتوفر في ظروف وشروط العبادة، بل منها ما هو آل السقوط بحيث تشكل خطرا حقيقيا على مرتديها. وهنا أذكر بالذكر مساجد موجودة بإقليمتين غير الذي أنتمي إليه. حقيقة وقد جاء زلزال الحوز الذي ضرب أساس المناطق القروية ليزيد أوضاع المساجد بالمناطق المتضررة تعقيدا. إذن لا شك السيد الوزير بأن عدد المساجد المغلقة سواء بسبب الهشاشة أو بسبب الزلزال بالعالم القروي عرف ارتفاعا كبيرا. ومن هذا المنبر نطالبكم بضرورة إسراع بترميم المساجد بالعالم القروي لتكون جاهزة لاستقبال المصلين بحلول شهر رمضان المبارك، أي في غضون 3 أشهر. إلى جانب ذلك ينبغي العمل على النهوض. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ تفضل سيد الوزير في حدود ما تبقى من الوقت. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. المشاكل العالم القروي وتشتت السكن اللي ولا كثير، كان قرية عندها مسجد واحد تشتت الآن فيها 3-4-5 وكيطالبوا بالمسجد. لذلك المواكبة ديال هذا التطور شيء معقول، ولكن بخصو إمكانات. لذلك كنعملوا حسب الإمكانات ديالنا باش نواكبوا هاد التطورات. ولكن على كل حال المساجد كانت متروكة للجماعات، الآن خدتها يعني تدخلت فيها الدولة، وأنتم ما شفتوا ولينا كنحسبوا بالملايير والحمد لله، ولا نقنع بالمسجد. فنحن متابعين لما يعني لهذا الشيء المشترك، هذا الهم المشترك. وشكرا. شكرا السيد الوزير لكم أيضا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.